السلام عليكم. أبرز لاعبين الدوليين وركائز التشكيلة الأساسية في المنتخب الفترة الحالية قاعدين يمروا بفورمة كبيرة مع أنديتهم. إيش النجم يقولوا؟ من النجم كان يقولوا ربي يبقي عليهم الستر ويبعد عليهم الإصابات. لكن لاعبين الدوليين وقت اللي قدموا مقابلات بطولية مع أنديتهم ويسجلوا أهداف ويكونوا متواجدين في التشكيلة المثالية كتوانسة نفرحوا نعملوا جو انشيخوا. لكن وقت اللي نتفكروا انه عدنا مقابلة قادمة امام المنتخب الليبي مقابلة مؤهلة كأس افريقيا الكوت ديفوار 2024 الشهر القادم اول مقابلة بعد المونديال، وقت اللي نتفكروا انه عدنا كأس افريقيا مازال عليه تقريبا اقل من العام، ونتفكروا شنية الاجواء اللي صارت قبل المونديال واجواء القائمة، وتنحى فلان على خطر ما عنده شكون وراه، وتحط فلتين على خطر عنده شكون يدز معاه وشكون يضرب عليه بالبونية الطير الشيخة، وهذا اللي ما نحبوهش يصير ويتكرر. لو نحبوا صراحة المنتخب التونسي كأس إفريقي القادم يمشي لبعيد على عكس النسخة السابقة، يلزم كل لاعب ياخو حق. وشنية عدنا ملعبية حاليا راهي تطير تيران ما شاء الله عليها، العالم الكل يحكي عليها، الصحف الأوروبية الكل تحكي عليها، وعدنا ملعبية يضربوا في النوم، عدنا ملعبية راهو عادي جدا تقعد 3 أو 4 شهور اسمه ما تسمعوش، يقرب كاس افريقيا. جماعة البخاليج تولي تسمع اسميهم في الراديوات والاذاعات اكثر من الكلام الزايد، يوليوا مقدسين اكثر من كريستيانو وميسي. ميسي يتمس ويتنتقد وهو لا، جرب قول فيه كلمة، جرب قول مستواه حاليا ما يخولوش باش يكون اساسي في المنتخب التونسي، يخرجولك من هنا ومغادي عبارة تحكي على إلها يا معلم. هذاك ما يتمسش، هذاك قدم برشا للمنتخب التونسي. شنو ما يتمسش؟ شنو ما يتمسش؟ كتاب قرآن باش تمسه وانت ماكش متوضي؟ قدم برشا للمنتخب التونسي يعطيه الصحة حاليا، نحكيو على الفترة حاليا، ينجم يقدم مرحبا به، ما ينجمش راهي ما هيش الشركة بتاع سيد الوالد، يلزم يكون متواجد. وما نحكيوش على عمر، يبداش عمره 34 35 سنة ينجم يقدم الإضافة مرحبا به. على سبيل المثال علي معلول تقريبا عمره 34 سنة، بعد اللي قدمه مع المنتخب التونسي في المونديال وخاصة ضد المنتخب الفرنسي كنا نعرفه علي معلول تعرض للانتقادات كبيرة، لكن المستوى اللي ظهر به مع المنتخب التونسي في المونديال والمستوى اللي قاعد يظهر به حاليا مع الأهلي منذ بداية الموسم رغم انه عمره تجاوز 34 سنة، شخصيا راه رقم واحد كظهير ايسر في المنتخب التونسي. لذا الحكاية راهي عمرها ما كانت عمر عندك ولا ما عندكش، تنجم تقدم الإضافة ولا ما تنجمش، هذا هو المطلوب. لذلك جلال القادري راهو مش عدنا ملعبية توا جنون تطير تيران، وبعد يجي تقولي والله مانيش باش نظلم حتى حد وهوك ربي. اللغة هذه الكل انساها على خاطر ظهر بالكشف انه الكلام اللي حكيته قبل الكل قبل المونديال اطلع غلط. حاليا عدنا فرصة كبيرة باش نمشيو للكوت ديفوار ونفوزوا باللقب، على خطر عدنا من الامكانيات وعدنا من الملعبية بعد 20 سنة باش نفوزوا باللقب الثاني، ولا نقعد ونستناو 20 و30 و50 سنة اخرى حتى تتنظم كأس افريقيا في تونس باش نفوزوا بها. على سبيل المثال عدنا حاليا عيسى العيدوني قاعد يمر بفورمة كبيرة، يلزمنا نستغلوا نقاط القوة متاعو. عيسى العيدوني في المنتخب التونسي ماناش قاعدين نستغلوا فيه هجوميا، على عكس اللي قاعد يقدم فيه مع فريقه السابق الفريق المجري واللي قاعد يقدم فيه حاليا مع فريقه يونيون برلين. تعرفوش ياك اللي يقول لك خذا وربح؟ فريق يونيون برلين اخذاه وربح لاول مره اساسي، فريقه كان منهزم هدف لصفر ويرجع ويقلب الطاوله على لايبزينغ. رانا نحكيو على فريق ممتاز الموسم الحالي في البوندس ليغا. عيسى العيدوني تقريبا خرج في دقيقة 86، فريقه منتصر 2-2 وتحصل على معدل 7/10 وتقريبا أفضل معدل في وسط ميدان يونيون برلين. العيدوني اللي قاعد يقدم فيه حاليا مع فريقه يونيون برلين وخاصة المقابلة الأخيرة بما أنه كان أساسي ولعب 86 دقيقة، يعني نجمه نقيموه. عيسى العيدوني اللي قاعد يقدم فيه دفاعيا وهجوميا من تمريرات ممتازة، من تمريرات حاسمة، من فكان الكرة دفاعيا، من الجرينتا في وسط الميدان، هذا الكل اللي قاعد يقدم فيه راهي مازلت ما هيش إمكانياته الحقيقية، لأنه حاسين أنه عيسى العيدوني مازال ما تأقلمش 100% مع الدوري الألماني، وهذا راهو أمر عادي جدا، لأنه العيدوني ما نقولوش مازال ما تأقلمش مع البوندسليغا، هو مازال أصلا ما تأقلمش في الجروب، راهو في الكورة ما نقولوش عامين وثلاثة وأربع سنين، أقل قليل يزم 10-15 مقابلة
باش تفهم اصحابك على خاطر راك تولي تفهمهم على الواميه، تعرف الملاعبك يخزر لك ايش يحب منك وكي تخزر له ايش تحب منه، ساعه على ساعه تعطيه باس في الاسباس من غير ما تخزر له، يولي يعرفك ايش تحب وتعرفوا ايش يحب. وهذا تقريبا اللي مازال ناقص عيسى العيدوني. بحول الله المقابلات القادمه باش نشوفوا عيسى العيدوني بوجه افضل من اللي فيه حاليا، رغم انه قاعد يقدم في مستوى ممتاز. انتقلوا لفريق كليرمون فوت الفرنسي، الفريق لعبنا سيف الدين الخاوي البارح كان اساسي امام فريق مارسي الى حدود دقيقه 84، مارسي انتصر هدفين لصفر. الخاوي مانيش قاعدين نتبعوا فيه برشا، لكن وقت اللي نتبعوه في مقابله على سبيل المثال البارح ما كانش مستواه محترم، كان مستواه دون المتوسط، وهذا امر عادي جدا. رانا مانيش نحكيوا على ميسي ولا نحكيوا على امبابي باش تحكم عليه في كل مقابله، وامام اي فريق ومهما كان مستواه يلزم يقدم مقابله كبيره. سيف الدين الخاوي نحبه ولا نكره، لاعب يعتبر في الدوري الفرنسي، نحكيه على الدوري الفرنسي مانيش نقارنه فيه بالملعبيه التوانسه، في الدوري الفرنسي يعتبر لاعب متوسط مع فريق متوسط. اللاعب المتوسط مع الفريق المتوسط كي تلقاه في زوز ثلاثه مقابلات يقدم اداء محترم ومقابله دون المتوسط، هذا يعتبر امر ممتاز. هذه نقطه. نقطه اخرى، كي نشوفوا سيف الدين الخاوي حاليا فاش قاعد يقدم والملعبية في المنتخب التونسي اللي يلعبوا معاه في نفس المركز ايش قاعدين يقدموا، يعتبر سيف الدين الخاوي افضل لاعب في المنتخب التونسي في الجانب الايمن. لذا سيف الدين الخاوي ازي كيقولوا 14 مقابلة على التوالي في التشكيلة الاساسية، 14 مقابلة في دوري من الدوريات الخمسة الكبرى، يعتبر رقم ممتاز بالنسبة للاعب يلعب في المنتخب التونسي. ونختم الحلقة بحنا باع المجبري بحول الله باش نكملوا نحكيوا على لاعبينا الدوليين اللي مقابلاتهم مازال تتلعب حاليا، ان شاء الله ممكن نعملوا حلقة أخرى اليوم. حنا باع المجبري الأخبار قاعدة تتواتر عليه بسرعة كبيرة، بعد ما سجل هدف وقدم تمريرة حاسمة ضد وست بروميتش وكان رجل المقابلة وتحصل على معدل 8.1 من 10 اللي خوله باش يكون متواجد في التشكيلة المثالية للأسبوع الحالي في الشامبيونشيب. المجبري قاعد يتطور وقاعد ينضج على أرضية الملعب، وكيف كيف طريقة تعامله مع الصحفيين ممتازة. السيد ميلسون يعرف يحكي بعد المقابلة، سألته صحيفة سكاي سبور قالت له ياندرا المدرب الهولندي إيريك تنهاج مدرب مانشستر يونايتد، ياندرا قاعد مركز معاك، قاعد مركز على المردود الكبير اللي قاعد تقدم فيه مع برمنغهام. قال له اللي يعنيني اكثر اني نركز على روحي، اني نركز على المقابلات القادمه، اني نركز على من هنا لنهايه الموسم مع برمنغهام، هذا اهم شيء بالنسبه لي. لكن بالنسبه لإيريك تنهاج على ما اظن عنده قناه سكاي، لهنا يقصد بها يعني عنده القناه اللي تبث مقابلات الشامبيونشيب، يعني يحب يتفرج مرحبا به، ما يحبش يتفرج اهم شيء بالنسبه ليا اني نركز على مقابلاتي ونركز باش نزيد نتطور اكثر، ومن هنا لنهايه الموسم والموسم القادم ان شاء الله نشوفوا شنو باش يصير بالضبط. هذا كان يدل على حاجه، يدل انه حنا بعل المجبري عنده شخصيه قويه، عنده شخصيه تميزه على بقيه الملاعبيه اللي في سنه، اللي في عمره، على بقيه اللاعبين المزدوج الجنسيه اللي عندهم الجنسيه التونسيه. وقت اللاعب يكون عمره 18 سنه ويختار يقول لك المنتخب التونسي نفضله ونخيره على المنتخب الفرنسي، صحيح تعلمت في فرنسا لكني تونسي 100% ودمي تونسي 100%، والخطوه اللي عملتها اني تقمصت الوان المنتخب التونسي واختارت تونس رغم اني نلعب في مانشستر يونايتد ورغم اني عندي فرصه باش نلعب مع المنتخب الفرنسي، ان شاء الله ترجع بالايجاب على الملاعبيه الافارقه اللي ينشطوا في اوروبا مع منتخباتهم الاصليه. برافو حنا باع المجبري، مره اخرى تبين انك لاعب صاحب شخصيه قويه. حنا باع المجبري بحول الله مستقبلك باش يكون افضل من حاضرك وافضل من ماضيك، واذا بطبيعه ما ينجم كان يرجع بالايجاب على المنتخب التونسي. حلقتنا اليوم وفات كالعادة من نجم، وكان نقوله حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للمنتخب اللي تستنى فيه مقابلة رسمية، أول مقابلة بعد المونديال ضد المنتخب اللي بمقابلة مؤهلة الكأس إفريقيا الكوديفوار 2024. حظ موفق اللاعبين الدوليين اللي ينشطوا في البطولة التونسية والدوريات الأوروبية. وفي ختام الحلقة البياري ما تبقى كمش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.